طب دلوقتي تمام. يا استاذ احمد، مالك العقار بيبقى فيه عدد من المستاجرين، هما بيمتنعوا عن الدفع، في ضرر بيقع على مالك العقار في ان هو ما بيدفعوش المرافق او الصيانه اللي المفروض تخلي العقار يبقى مدته اطول في ان هو يبقى موجود، يعني ما تمام. يتعرضش مثلا الدمار او الانهيار او الكلام ده. صح. فايه بقى الاجراء اللي المفروض صاحب العقار انه يعمله، لانه في مستاجرين حتى بيقفلوا شققهم ما بيدفعوش لا صيانه ولا ميه ولا نور ولا اي حاجه. شوفي، ما هو احنا ايه، ما هو ده كانت اللي حضرتك بتقوليه، ده عله المشرع في انه ينشئ اتحاد الشغالين عشان ينظم الحته دي. تمام، احنا اتفقنا في حته الميه، خلاص اللي عايز يروح يعمل عداد لوحده هيروح يعمل عداد لوحده. طيب ناخد الحته اللي حضرتك بتتكلمي فيها، ايه دور بقى اتحاد الشاغلين؟ دور اتحاد الشاغلين هنا النهارده انه بيأسس وبيحط الالتزامات اللي على العماره. يعني بيقول كل شقه النهارده عليها 100 جنيه تمام هتدفعها ما بين صيانه وما بين كهرباء وكهرباء سلم وصيانه اسانسير وخلافه واجره بواب و طيب اللي ما يدفعش بقى هنا ايه دوره؟ القانون نظمها، قال لك ياخد حكم المستاجر اللي ما بيسددش الاجره، اللي هو لو هو ما احنا قدامنا يبقى يا اما مستاجر يا اما مالك بالظبط تمام، ويا اما مستاجر قديم يا اما مالك. طب المستاجر الجديد اللي طبقا للقانون الجديد ده بيبقى حسب اتفاق انا مأجر من حضرتك، الاصل ملوش اشتراك في اتحاد الشاغلين. المستاجر الجديد اللي بيدخل المالك لو تبع القانون الجديد، ده تبع القانون الجديد، الايجارات الجديد ده ما بيبقاش منوط بيه ان هو يدفع فلوس الصيانه، اللي المنوط بيه انا اكلم المالك، واللي يحضر معايا الجمعيه العموميه ما هو المالك. ده بس اللي يدفع المستاجر، اللي يدفع بقى حسب اتفاق انا وانت، انا وانت انا مأجر لك شقه اتفقنا على بعض مع كده هندفع. بس انا بقى كباقي سكان انا مش شايف غير المالك اللي مأجر ليك. انا بتعامل مع المالك اللي هو الرسمي بالنسبه لي، يعني اللي هو صاحب الشقه بالظبط، لان هو ده اللي منوط بيه حضور الجمعية العمومية اللي هتحدد الاشتراكات. ما اتحاد شغالين يعني ايه؟ يعني بندعو جمعية عمومية للاجتماع، بنعلن الناس كلها وبندعو الجمعية العمومية للاجتماع. الجمعية العمومية دي التأسيسية الأولى بيتم فيها اختيار مجلس الإدارة اللي هو رئيس الاتحاد تمام والأعضاء تمام، وبعد كده حضرتك يقولوا التزاماتنا كام. النهارده الراجل ده ما جاش دفع، القانون قال لرئيس الاتحاد إنه ينظره إنك تدفع يا يعمل حجز تحفظي عليه على بيته وعلى منقولاته بقيمة المبالغ اللي ما دفعهاش، أو المالك يعتبر ده ياخد حكم الأجرة ويرفع دعوى طرد لعدم سداد المستحقات. طرد طرد طرد